رجعنا بعد بريك تنكفي أتأم تي في، ومن خلال أتأم تي في دايما بنشوف شو عم بيصير في إيفنتس بلبنان، لأنه الصيفية جات السنة كانت يعني والعالم بلبنان مع كل الإيفنتس. إيفنتس بعدها مكفية إجمالا، بيقولوا بعد 15 آب تخلص الصيفية، مش مزبوط، الصيفية بعدها مكفية والإيفنتس بعدهم مكفيين. معنا بالستوديو جرار سمعاني وسالي غصن حتى يحكونا أكثر عن أوبن إير بارتي بحصرون. أهلا وسهلا فيكم بأتأم تي في. بس تعرف عنكم جرار، كنت نائب رئيس البلدية بحصرون، وسالي بتكوني أونر لفلاش دانس نايت كلوب بحصرون. أهلا وسهلا فيكم، وهيدي تاني مرة بتكونوا معنا بأتأم تي في. حكينا السنة الماضية كمان عن الأوبن إير بارتي. بالبداية للعالم يمكن اللي ما بيعرفوا حصرون، يا ريت منعرفهم هيك شوي عن هالبلدة. أول شيء أنا قبل ما أعرفهم عن حصرون بدي نشكركم، لأنه فعلا MTV دايما عم تركبنا بكل الإيفنتس اللي عم نعملهم. نحن يمكن صارنا سنة بالبلدية، صرنا طالعين أكثر من 5 لـ 6 مرات على MTV، وبس نجي على MTV بنحس حالنا هيك ببيتنا. So we're familiar with all. Thank you, Lyle. حصرون من أجمل كرة قضاء بشري، هي بترتفع عن سطح البحر 1400 متر، بتبعد عن بيروت 110 كيلومتر وعن طرابلس 46 كيلومتر. حصرون كثير كثير غنية بتراثها، يعني حصرون إذا بدك من الزمانات هي كان كرة من الكرة الاصطياف القليلين بلبنان، يعني يمكن صنفت كرة اصطياف يمكن بال 1960، سو وقتها ما كان في كرة اصطياف بإجمالا بكثير من الشمال، كانت حصرون من هالكرة. هلا عم نشوف الصور، حصرون تمتاز مثل ما الكل بيعرف بالأرميد الأحمر، يمكن كل سطوحة مغطاية بالأرميد، وهذا اللي بيعطيها هالرونق الخاص، بالإضافة للخضار، بالإضافة أنه حصرون مثل ما بتعرف هي على كتف وادي القديسين، هي بجوار أرز الرب، بجوار مرشربل، يعني غنية حصرون من كل الميلات، من ناحية الدينية، من ناحية الجمالية، من ناحية التراثية، من كل الميلات في غنى. عم نشوف كمان الأخضر الناحية البيئية كمان، يعني طبيعتها كمان كتير حلوة. صحيح. طيب إذا بنحكي شوي، بس قبل بدنا نقول بدنا نسلم على شخص كتير بحب حصرون، كان يصيف بحصرون. صحيح. وسينتيا وكلتني، بدنا نسلم على أمها لسينتيا طنط فاديا. بدنا شو بك سينتيا؟ ما بقول لها مش طاعت يعني فاضية. بدنا نقول انه هي كانت صيف بحصرون، بتحبها وخبرتنا هيك شوي عنا. اكيد بيكون بيصير في كتير ايفنتس بحصرون. قبل ما نحكي عن الاوبن اير بارتي فينا نشوف نعرف شو هن الايفنتس. نحن كبلديه بلشنا الايفنتس ب 15 جولاي، كان اول ايفنت عنا اللي هو تعشى وتمشى، ايفنت كتير سام كتير مهضوم. بنسكر السوق الاساسي بحصرون، بنخلي كل انسان يعمل كيوسك قدام محله، يبيع جادجت، يبيع فود، يبيع اني ثينج، يعني هي ميكت. كان الإيفنت ب 15 جولاي كان كتير مهضوم، بلشنا قلعنا صيفيتنا فيه. هلا الإيفنتس الجايين اللي حتكون عنا الأوبن إير بارتي، يعني مثل ما قلت هديك السنة كان أول مرة بتصير الأوبن إير بارتي بحصرون. السنة أكيد كتير استفدنا من اللي صار هديك السنة، وكتير شفنا وين أخطأنا، كان أول مرة بنعملها هديك السنة. بقى عم نجرب نحسن كتير الديسبلاي تبع الأوبن إير بارتي، كتير الساوند، كتير اللايت، يعني عم نجرب نستفيد من كل اللي صار هديك السنة تنحسن قد ما فينا، ويكون الأوتبوت تبع هالإيفنت كتير حلو. هيدا يعني أكيد مثل هديك السنة عنا لحن بلشوا يبينوا بالصور، عنا تو سكشن، عنا في اي بي سكشن وريجولر سكشن. في اي بي هي سيتد، وريجولر أكيد على واقفين عم بيشربوا عم بيرقصوا عم بيتسلوا. أكيد هلا سالي، لأنه نحن السنة بالبلدية قصدنا انه تكون بالتعاون مع النايت كلابز اللي بيشتغلوا بالمنطقة، والمين بارتنر تبعنا كان كبلدية كان فلاش دانس، اللي سالي هي من الاونرز تبعه. هلا اكيد تخبرنا اكثر شو اضافت دخول فلاش دانس على الاوبن اير بارتي اللي كانت عم تعمل. خبرينا يا سالي، كيف الاجواء اصلا بفلاش دانس وكيف هيدا التعاون اللي صار؟ هلا كلهم بيفكروا انه حصرون يعني ضيعة، بس وي بارتي هارد، يعني كثير كثير حلو، لازم تطلعوا تشوفوا. السنة قررنا نفوت معهم لأنه كان كتير حلو السنة الماضية، بس كان مفروض تو بوش، يعني سمول بوش. السنة زدنا على الأوبن إير بارتي إيفنتس، سبيشال دانسرز وسمول إيفنتس، فاير جاجلرز وهيك، وأكيد درينكس ودي جيز. عنا تو دي جيز بس ما في ون مان شو، unfortunately هذا كان اللي بنحبه الون مان شوز ما في. أوكي بس في ميوزك، أرابيك ميوزك.
Arabic music ومكس Arabic, R&B, house, all kinds of music. لأنه فوق كمان بيجي عنا كتير ناس من برا. That's why we have to. صح. صيفية بيكون في كتير سواح حتى بيجي على المنطقة. هديك السنة قديه تقريبا اجى عالم؟ يعني كيف لقيتوا كثافة العالم على بيجي على هيك إيفنت؟ كان حدث هديك السنة أول مرة بيصير. اجى بحدود ال 850 ل 900 شخص. which is very good. وكان ب سبتمبر ب 5 سبتمبر يعني كان بلش البرد يكون فوق. صح. وكان so open space وعالم الساعة 3 4 الصبح يعني رح يكون كتير برد. سو لا كان الاقبال كتير حلو وهذا اللي شجعنا انه السنه هون عم يمرق صور الايفنت اللي خبرتك عليه هو تعشى وتمشى بقلب سوق حصرون. بقى كنت عم بقوله انه الاوبن اير جذبت كثير شباب فوق وحبوا انه يسهروا مثل ما بيسهروا وين ما كان بالاوبن سبيسز بعلو 1400 1500 متر. ما بيكون في رطوبه يعني يمكن الواحد بيسهر على الساحه اللي بيكون في بيشوف. بيكون في هيك سنسيشن للبرد بس بس ما في اكيد بيكون مبسوط الواحد واكيد عم بيرقص واكيد عم ينبسط. طيب لما بتفكروا تعملوا هالايفنت قبل يعني بما انه جبنا سيره البرد وانه الطقس يمكن باغسطس ليه مش مثلا اول الصيفيه اجمالا؟ شو نحن بنجرب يكون الايفنتس لما تعارض مع ولا ايفنت بقضاء ابشاري بتعرفي كل البلديات هلا عم تعمل ايفنت كلهم يشجعوا بعض طبعا مشان ما نكون اي ايفنت عم بيصير باي بلديه بيكون عم بيضرب اي ايفنت ثاني بالقضاء سو بهمنا كل القضاء يكون عم بيشتغل بالسياحه يعني البشري الحداد كل المين بلدات بالقضاء يكون عم بيشتغلوا ذاتس واي جربنا يكون الاوبن اير بارتي ما يكون فيها ايفنت مين ايفنت بغير محلات ذاتس واي اخترنا 20 شهر وتكلنا قدرنا حضرناها كلها بس كمان مش كتير ساقعة يعني مش هالقد ساقعة فينا جاكيت صغيرة بتقطع ما يمكن الأجواء هيك الحلوة واحد ما بحس جاكيت أول سهرة بعد سهرة سيري فاين كنا عم نشوف بوستر لغادي غانم وربيع الأسمر صحيح نحن بعد 20 رح نكمل باللي مسميينه حصرون فيستيفال 2011 مهرجان حصرون 2011 رح يكون عنا غادي غانم وربيع الأسمر وهيدا كمان بذات اللوكيشن تبع الأوبن إير من تاني يعني هي مدرسة كبيرة سو اختين أول بارت للأوبن إير تاني بارت رح تكون كمدرج لغادي غانم وربيع الأسمر هذا رح يكون ب 2 الشهر بسوري ب 27 أغسطس يوم السبت الجمعة اللي بعدها رح نرجع نعمل إيفنت مثل أول إيفنت عملناه اللي سميناه تعشى وتمشى رح يكون تعشى وتمشى بس تعطيه النطام اللي هو تراث نايت رح يكون في ترابيش لكل العالم في حدا عم يدق على العود وعلى وفي خمسة ستة ميوزيشنز عم بيكونوا ماشيين بين العالم عم يدقوا وعم يرقصوا وعم بيعملوا جو حتى مشان نجمع قد ما فينا الضيعة مع بعض طيب يعني عم نشوف عدة أنواع عم نشوف الموسيقى الشرقية عم نشوف الأنواع يمكن الأجنبية شوي سالي خبرينا عن أجواء فلاش دانس إجمالا يعني من بعد هالأوبن إير بارتي بتكفي إجمالا بتكون بس ويكند يعني أي متى بتكونوا أكثر شيء؟ نحن نايت كلاب تبعنا بالسمر فوق بتعرفي إنه السمر أكيد. هو سيزن كل سبت مبدئيا بس أيام بيقطع أحد بيقطع جمعة حسب شو في إيفنتس فوق وهيك فلاش دانس كتير حلو بالصيف يعني مفول دايما وهيك وكميوزك كمان أكثر يعني كمان مثل يعني نحن رح ننقل التيم تبعنا من فلاش دانس على الأوبن إير بارتي إجمالا إتس ذا سيم خلاص كله نفس الشيء يعني نفس الأجواء اللي نشوفها هونيك رح نشوفها ب رح تحبوا نحن أكيدين إنه أحلى ببعض المحلات في أي شيء بتحبوا تزيدوه بنهاية حديثنا أو أي يمكن نشاط كمان غير النشاطات اللي حكينا بالمبدأ هو النشاط اللي نحن أكيد ندعي كل المشاهدين إنه يكونوا معنا ب 20 بالأوبن إير بارتي وأكيد رح ندعيكم لأنه عرفنا إنه سينتيا كانت معنا هذه السنة وأكيد السنة اللي حتكون معنا إذا الله راد وهي طنط أمها وأكيد كلكم يور انفايتد كلكم تكونوا معنا اكيد تشوفوا تحسوا الفيلينج اكثر حتى العيال انا مش حاسس مجرد في عيال بتكون موجوده مش بس الصغار او الكبار او صحيح يعني هي بتستقطب كل انواع كل الاعمار اذا بدك كل الليفلز بس الاوبن اير بنشدد ما في كانز وساز يعني 18 اند اباف بس الايفنت تعشى وتمشى منيحه مش مشكله العيال هنيك مش العيال ثانك يو جيرار ثانك يو سالي يعطيكم الف عافيه وان شاء الله على طول بنشوف هالنشاطات كلها بحصرون وبكل لبنان لانه بضلكم مواكبيننا اذا الله ثانك يو اكيد دائما معكم ما تعتلوا ميرسي لكم ان شاء الله نشوفكم فوق اكيد رح تشوفونا ثانك يو كثير لكن هلا صار وقت البريك من بعدها بنرجع بنكفي ات ام تي في خليكم معنا